دارنا كاين المعجبات، ولكن شوف الاعجاب هو راك اللي كيتعجب بيا اوتوماتيكمون كنتعجب بيه، لانه فريمون الحب راه متبادل ليا وللناس اللي كيبغيوني، وكنحماق على اي واحد كيقول فيا كلمه زوينه، وحتى داك اللي كيقول فيا كلمه ما زويناش حتى هو راه مرحبا كيعطيني واحد الانرجي زوينه باش نخدم. السكتش ديالي اللي كان بحفر راس انا كان القصد ديالو هو الضحك، هو المتعه، هو نبسطو مع الناس، اذ انه تفاجات بواحد الهجوم من عند بعض الناس اللي حسوا باللوم وحسوا اللي لاموني على هذا لو سكتش، ماشي لو سكتش كامل، على واحد لو كاك اللي قلت فيه. انا كنعتذر من هذا المنبر وكنقول لهم القصد ماشي هو الاساءه او المس باحد رجال الدين، حاشا ولله، احنا ولاد الناس والعفويه ديالنا هذه المره عثرات وما كانتش صالح ديالنا. المره الجايه غادي ان شاء الله نزير مزيان ونعرف شنو كنقول، وهذه علمتني بزاف الحوايج وعرفاتني مزيان على القاضي عياد شكون هو، وليت كنعرف قاضي عياد مزيان السيره الذاتيه ديالو. لا ما ندمتش، عمرني ندمت صراحه الله، عمرني ندمت على شي سكيتش درت، حيت في الكتبه ديالو كنكتب وكنقول بسم الله والندم كيبقى بعيد. لا كنت غندم ما غاديش ندير سكيتش في الاول. بالنسبه للقضيه ديال التحرش، انا ما تحرشتش، ويلا دزت في واحد المنبر اعلامي ديال قفص الاتهام وجبدنا كاع هذا الشيء هضرنا فيه مزيان، واللي قلت انه كان المفاد ديالو هو انه حنا فاش كنا يلا بادين المشوار ديالنا ما كناش كنطيحوا صراحه في بعض ما كناش كنطيحوا بحال هذا الشيء صراحه، ولكن مني بدينا كنتعرفوا شي شويه وبدينا سوا ديزون الشهره ولا صراحه ولاو الاسهم بزاف ولا الباطل كيف كنقول الباطل. بالنسبه قضيه ديال التحرش، انا ما تحرش وماشي في الموسوعه ديالي كاع التحرش، ما كاينش عندنا خواتاتنا، عندنا اناث في العائله، ما نبغيوش هذه القضيه، ولكن شي دليل كيثبت انه تحرشت مرحبا به، ويديكم طويله عليا ويد المجتمع طويله عليا. سوا ديزيدروس ولا البيك، بالنسبه لي انا حركوا الموفمون ديال الراب في المغرب. انا من العشاق ديال الراب، ومن شحال هذه وانا كنتبع البيك وجو سوي فان ديال البيك صراحه. فاش شفت له اغنيه كنت كنتمنى انه يكون رد مع شي واحد باش ينتعش الساحه الفنيه ديال الراب، وهذا الشيء اللي وقع. تحيه لديزيدروس وتحيه لي فان ديال ديزيدروس وتحيه للبيك وتحيه للناس اللي كاملين اللي خرجوا اغاني. هذا الشيء ما يزيد الا ازدهار في الراب. انا ما على راسي وعيني نجاوبك شي حاجه قلتها، انا اللي كنتحمل مسؤوليتها. داك الشيء اللي قال البيك ولا داك الشيء اللي قال ديزيدروس هما كيتحملوا المسؤوليه ديال هذا الشيء اللي قالوا. انا كطرف محايد لهم بجوج كنقول انهم عجبني هذا وعجبني هذا، والراب كامل كينتعش هو اللي كيربح في هذه القضيه. الجديد ديالنا عندنا سبيكتاكل لا تروب اللي كندورو به في المغرب، وغيكون ان شاء الله حتى برا خارج ارض الوطن، ونتمنى الناس اللي ما حضروش سبيكتاكل ديال كازا ولا ديال الرباط ولا ديال مراكش في لي تخوادات الاولين اللي درنا في 2018، مرحبا بهم في 2019 ومرحبا بهم في عروض اخرى، لانه كنديروا شي حاجه ليهم وبغيناهم يشوفوها، لان داك الشيء زوين تبارك الله. كلمه اخيره لاخوتكم علينا انتم هما السند وراكم عزاز علينا كاملين، تبعوا الجديد ديالنا على موقع الدار. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.